السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. حبيبات ديالي، كيف القاعده دائما كنجيب لكم حاجه زوينه كتحمر الوجه. اليوم جبت لكم لاباطا فيلو في المنزليه، درتها في الدار، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. نوريها لكم كي جات. شفتوها؟ ها انتم غزاله البنات، ها جمعيها ونوحيها. ها انتم البنات، ها زوينه لاباطا فيلو، غزاله كتحمق. انتي تكوني مسيطره على 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 الشكل ديالها وعلى الحجم ديالها. هانتوما الحبيبات ديالي، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، غزاله شفافه ورقيقه وغزاله كتحمر الوجه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الا بغيتي تعرفي الطريقه كيف درت لها والمقادير ديال العجينه، دخلي الفيديو ديالي، انا كنستنى. حبيباتي غادي نمروا المقادير ديال العجينه الباطا فيلو. عندي هنا 300 غرام ديال الدقيق، الفرز غربلته هنا حطيته هنا، عندي كاس مع مرش تاع الماء، عندي معلقه ديال خمارات الحلوى، عندي قبصه ملح، عندي 60 غرام ديال الزبده المذابه، الا بغيتو تعوضوها بالزيت ميم شوز 60 غرام، عندي معلقه تاع الخل كما بغى يكون الاصفر اولا بالحامض اولا الابيض، وعندي 450 غرام ديال المايزينا. مايزينا يمكن لكم تشاركوها بالدقيق الفرص. اذا الان غادي نبسو العجينه ديالنا بالزبده، بسم الله، نزيدو معها شويه الملحه، قبصه الملح والخماره، غادي نخلها ترتاح البنات واحد 10 دقائق ونبداو الخدمه فيها. حبيباتي هي بدات ارتاحت لي شويه العجينه، غادي نطلقها هكا شويه باش نديرها وحدات صغارين، نحاول ندير 16 وحده. باش غادي نعبر هذا الشيء،
شنو غادي يعطيوني انا. كندير عيني ميزاني اللي كنشوفها شويه كبيره كنقصها باش يجيو وحدات كاع متقادين. ثم لا تقطعات لكم على 16 من الاول مزيان. المهم ما غاديش تعطيني 16. كنشوف شكون اللي كبيره حيت ما عنديش انا الميزان اللي غادي نوزن بها. غادي تعطيني 14. 14 الوحده. اذا البنات حيت بقيت كنحاول حتى خرجت منهم 16 كويره. غادي ندير لهم هكا في الميزانه وغادي نحطهم هكا يرتاحوا شويه وعاد نبدا كنقرص فيهم. هوب هادي شتي نقرصو هنا. خليها ترتاح واحد خمسة دقايق حتى لعشرة دقايق وديك الساعة نرجع معاكم. غادي نغطيها وندير لها السلوفان وصافي ونخليها ترتاح. إذا مبقاوش كاع نشريوها من الأسواق ونخدموها ونحتفظو بيها في المجمد. ما كتاخدش بزاف ديال الوقت ودغيا الانسان يوجد حاجه على يدو ويديرها في الكونجيلاتور ولا غادي يخدم بها يخدم فيها داك النهار ولا غادي يخليها من بعد ما تخسرش. غنوريكم حتى كيفيه الاحتفاظ بها في المجمد. والنبي عليه الصلاه والسلام. يعني حبيبات انا طلقت هنا واحد ثلاثه ومازال عاد نزيدها. دابا انا نطلق قدامكم الباقيه اللي لقاها كنبرك عليها كنلقاها ارتبط ليا شويه يعني تقدر تطلق كنهزها نطلقها. نعطيوها المايزينه مزيان ما تكونشي مقدرة غادي تقد من بعد. اذا هذه بركة عليها غادي نزيد وحدين اخرين بغينا نديرهم عليهم. نخدم ثلاثة ثلاثة فنطلق ثلاثة ومن بعد نزيدهم على ثلاثة يعني نبقى نخدم ستة الورقات ستة. كنشوفها ممكن نشوفها شربات المايزينا نزيدها. غادي نطلقها شويه حتى توصل بحال اختها. غنكمل الثالثة دائما نرشو بالمايزينا توصل لنفس الفوليوم ديال الاخرين باش نحطها عليهم باش يجوني متقدين.
ما كنحاولش على المايزينا البنات. صات شي غير مايزينا، المايزينا هي اللي كتجيبها كتجيبهم مقرمشين. اذا الان غادي نطلق ثلاثه نقطه واحده نطلقهم مزيان قد الاخرين ونزيد عليهم نقص 6. ديك الساعه نبدا نطلق 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 حتى نبقى نشوف يدي تحت الورقه. تخافوش راه ما كاين ما كينسقوا والو حيت راه شبكناهم مزيانه. هانتوما البنات غنحلهم قدامكم، شتو مازال هادو خصها تزيد نزيدها. بغيت نوريكم بانهم ما كيلصقوش على بعضياتهم كل فرشه. غادي نزيدهم شويه ديال المايزينا البنات باش نيفيتي انهم يلصقو. وهكذا البنات حتى كنطلقوهم كلشي بيهم. قال لك يدير لهم الزيت، انا ما كنديرلهمش الزيت كندير لهم غير مايزينا. وكتجي مقرمشه البنات في المملحات في المعسلات في كلشي. ما باقيش عاد نشري هذيك ديال السوق نهائيا. دابا البنات غادي نشرك عليهم هادو، هانتوما هادو اللي درتهم الاوله. نعاود ندير مايزينا باش نحيد الشك ديالي انهم يكونوا ما يلصقوليش. كذلك كميت الهدران دهونه مزيان تبارك الله. شويه هادو يوصلوا عند لا طيب هادو بعد نزيدهم معاه باش يمشيو لي عبار واحد. اذا حبيباتي هيا وجدت الورقه ديالي، شفتوا كي كيبان يدي منها. اذا بركه عليها باش ما تقطعناش وما كيلصقوش كاملين. كي تكوني تحيديهم غير بشويه راه كعارفين هذه راه سونسيبل بزاف حساسه خجيل. شتي غير كتقطع ها اليدين ديالي كيبانو من الداخل. اذا صافي غادي نجمعهم البنات غنوريكم كي كنديرو نحتفظو بهم. نزيد لها الكاغيط. اذا دابا غادي نبقى نقلي بحال كي كنشريوها جاهزه. صافي البنات شتوها هكذا هكذا. غادي نعاود لها بالسلوفان شايط هذاك. دابا غندير لها السلوفان وندورها مزيان ونخبعها في الكونجيلاتور. بغيت نبقى ندير غير 6 6 باش نديرو كلشي بدقه وحده ونديرهم 6 6 وكي تبغي هذا تجبديهم ولا تاكلي بهم في الدار ديالك داك النهار اللي بغيتي تصايب بيه. اذا غنديرها هكا كنخليو شويه اللي غادي ولا غادي نديرها هكا باش تجيني كامله دايره في السلوفان. وعاد ديك الساعه نعاود لها عاوتاني. شفتوا
شوف هكا وعاد نعاود لها فوالا باش ما يتخلاش الهواء البنات خلاش الرطوبه ديال الثلاجه وعاد نعاود لها عاوتاني دابا غادي نبقى كندور عليها تنشدها مزيان ونرميها في الكونجيلاتور وها هي لاباط ديالنا واجده على حقها وطريقها وهادو درتهم نديرهم في المجمد نحتفظ بهم في المجمد كل هذا اطار فيه 6 ديال الورقات نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وانكم استمتعتوا واستفدتوا من هذا الفيديو اللي درتو هما نتاع لاباطا فيلو من هنا فصاعدا ما نبقاوش نشريوها من الاسواق نبداو نستعملوها غير في الدار ديالنا بالحجم اللي بغينا صغيره كبيره رقيقه غليظه شويه كما بغيتوها انا هذه درتها فينا بزاف تصلح البقلاوه تصلح المعسلات كاملين والملاحات كاملين كما بغيتي ديريها وإلى هنا حبيباتي نستنى منكم ديروا لي لي جيم وديروا لي كومونتير كيف جاتكم لاباطا فيلو ديالي المنزليه ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم والف مرحبا كيف القاعده بالناس الجدادين اللي ضموا القناه ديالنا والناس القدامين ما كنساوهمش هذوك موالين الدار طبيعه الحال من الاسره ديالنا يلا حبيباتي خليتكم في امان الله صحه فطوركم مع السلامه